صباحكم مشاهدينا بهاليوم الجديد مع ترند لآخر وأهم أخبار الفن والفنانين وأبرز الأفلام يلي عم تنعرض حالياً بدور السينما. رح نبدأ أخبارنا اليوم مع الاحتفالات عيد الحب يلي أحيوها الفنانين، إذ أحيا عدد من النجوم الغناء في العالم العربي وعم يستعد الآخرين منهم لإحياء حفلاتهم لليلة عيد الحب 14 فبراير 2022 بكل حماس وشوق لملاقاة جمهورهم. إذ أحيا الفنان عمرو دياب حفل عيد الحب بيوم 11 فبراير في مصر وتحديداً في المنارة، وشارك الهضبة عدد من صور الحفل على حسابه الرسمي بموقع إنستغرام. عم يستعد الفنان راغب علامة اليوم لأحياء الحفل الأول لعيد الحب في مدينة أورلاند بفلوريدا، بينما رح يكون الحفل الثاني يوم 19 فبراير في مدينة لوس أنجلوس. وعلق راغب على هالمناسبة بنشور إله على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي: أحلى إشي بالدنيا الحب، أراكم قريباً في ليلة استثنائية. أما بالنسبة للفنانة إليسا، نشرت على حسابها على تويتر منشور أعلنت من خلاله عن جولتها في الولايات المتحدة الأمريكية، ويلي تضمنت الحفلات الخاصة بعيد العشاق يلي بدأت من 12 فبراير ورح تنتهي يوم الأربعاء القادم 16 فبراير بين ميامي وبهاماس. من إليسا خلينا ننتقل لنوال الزغبي، إذ أحيت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفل غنائي لعيد الحب يوم الجمعة الماضي في فندق اللاند مارك بعمان وسط حضور جماهير كبير، وخطفت نوال الأنظار بفستان ذهبي اللون من لابورجواز. بالنسبة لرحمة رياض، ستتواجد ليلة عيد الحب في بلدها العراق، وكتبت عبر تويتر: موعدنا 14 فبراير نحتفل سويا بعيد الحب في أربيل. من الاحتفالات عيد الحب خلينا ننتقل لأخبار المشاهير الأكثر تداولا على السوشيال ميديا، وبعد الشائعات يلي انتشرت بخصوص عودة شيرين عبد الوهاب لزوجها حسام حبيب، أصدرت الفنانة شيرين بيان صحفي على حسابها الرسمي بتويتر يوم الأربعاء الماضي، وأكدت فيه عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة. بعد أن أكد بيان رسمي مغربي وفاة الطفل ريان، وجه عدد من الفنانين رسائل نعي عبر حساباتهم الرسمية بتويتر، عبروا من خلالها عن حزنهم بوفاة الطفل ريان، ومنهم جورج والسوف يلي كتب: تابعت عملية الإنقاذ بساعاتها الطويلة، ريان قصة مأساة تخللتها لحظات من الأمل، وعلى هذا الأمل توحدت قلوب الأرض وصلواتها. وغير والسوف نعى العديد من الفنانين الطفل، ومنهم نانسي عجرم، راغب علامة، سعد المجرد، كارول سماحة، ونوال الزغبي. بعد وفاة والدة المطرب عمرو مصطفى، قدم العديد من الفنانين التعازي على مواقع التواصل الاجتماعي لعمرو في وفاة والدته يوم الثلاثاء الماضي، ومنهم النجمة اللبنانية إليسا اللي كتبت على حسابها في تويتر: يا ربي صبرك على المصاب الأليم بفقدان الأم، من أصعب تجارب الحياة العيش من دون أم، ورحيلها لو مهما تأخر مرحلة صعبة وأليمة، بصلي تكون نفسها بالسماء ويكون مثواها الجنة، ويعطيكم الصبر والعزاء. خلينا ننتقل لأخبار هوليوود، وبنبدأها مع أنجلينا جولي. إذ تحدثت نجمة الهوليوود أنجلينا جولي أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن للتعبير عن دعمها لضحايا العنف المنزلي، وألقت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار خطاباً مؤثراً دعت فيها أعضاء المجلس للمصادقة على إعادة تفعيل قانون حماية النساء من العنف، والتي رفضت معارضة الجمهوريين تجديده في 2019. توفي
الممثل الكوميدي الأمريكي بوب ساجت الذي اشتهر بدوره في مسلسل فول هاوس التلفزيوني عنه عمر ناهز 65 عاماً بحسب ما أعلنت عائلته يوم الأحد الماضي. وعثر على الممثل ميتاً داخل غرفة في فندق ريتز كارتون في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا وفق ما أفاد مكتب قائد الشرطة في مقاطعة أورنج. ولم يتضح سبب وفاته بعد فيما قالت الشرطة إنه لم تعثر على أي دليل عمل إجرامي أو آثار تعاطي مخدرات. أنجبت كايلي جينر طفلها الثاني من ترافيس سكوت، حيث شاركت نجمة الواقع كايلي جينر صورة ليد طفلها على الإنستغرام، وأعلنت أن تاريخ الميلاد المميز هو 2/2/2022، وعلقت أنه لديها لولداً بقلب ملائكي. وفي الصورة التي نشرتها بالأبيض والأسود شهدت ابنة الملياردير الجميلة ستورمي وهي تمسك بيد شقيقها الصغير الذي أعلنت كايلي عن اسمه مؤخراً وبشكل رسمي عبر ستوري نشرتها على حسابها على الإنستغرام وهو وولف ويبستر. أخبار الفن والفنانين، خلينا ننتقل حالياً لأبرز الأفلام يلي عم تنعرض حالياً بدور السينما. وبنبدأ أفلامنا اليوم مع فيلم الكوميديا تماسيح النيل، وبتدور أحداث هالفيلم في رحلة نيلية على مركب، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة. هالفيلم من بطولة بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرجني وهنادي مهنا. من أفلام الكوميديا خلينا ننتقل لفيلم المغامرة وفيلم أنشارتد، وبتدور الأحداث حول الفتى الشاب ناثان دريك وعلاقته بفيكتور سوليفان، حيث يخوض الثنائي العديد من المغامرات بحثاً عن الكنوز المدفونة بينما يسعى دريك لاسترداد إرث العائلة. الفيلم من بطولة توم هولاند، مارك ويلبرغ، أنطونيو بانديراس وتيتي غابرييل. لمحبين أفلام الرومانس عم ينعرض حالياً فيلم ماري مي، بينما يستعد نجمي الموسيقى كيت فالديز وباستيان للزواج أمام الجمهور في حفل عالمي، تكتشف كيت أن باستيان خائن، فتقرر بدلاً من ذلك أن تتزوج من شارلي وهو غريب بين الحشود في الحفل. هالفيلم من بطولة جينيفر لوبيس، أورت كاش أمبدوكار، أوين ويلسون وجون باردلي. آخر فيلم معنا اليوم هو فيلم الجريمة Death on the Nile، وأثناء قضاء إجازته على نهر النيل على متن سفينة يتعين على المحقق الشهير هيريكل بوارو التحقيق في مقتل وريثته ويباشر تحقيقاته بالوصول إلى القاتل. بتكون خلصت أخبارنا اليوم، استنوني بنفس الوقت الأحد القادم مع أخبار وأفلام جديدة. بتمنى لكم مشاهدينا أسبوع حافل بالنجاحات والأفراح. نهاركم سعيد.